صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. صباح الخير، أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. صباح الخير للزملاء من الإخراج التلفزيوني خالد نجاص، من الهندسة الإذاعية محمد ريان، من المتابعة والتنسيق سحر حنني، ومني لكم من الإعداد والتقديم هديل أبو زيني أطيب التحيات. وللتذكير تتابعونا على شبكة وطني الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2 وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشرة. لنبدأ هذه الجولة بأبرز العناوين. تواصل انتهاكات الاحتلال، إصابات واعتقالات وهدم واعتداءات للمستوطنين. مستوطنون يدنسون الحرم الإبراهيمي ويقيمون حفلاً غنائياً بداخله. واندلاع مواجهات مع الاحتلال في جلبونة واقتحام عدة قرى في المحافظة. ومستوطنون يهاجمون بلدة جالودة جنوب نابلس. وأيضاً في هذه اللحظات عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام ما يسمى عيد العرش العبري. وقوة الاحتلال تقتحم فجر هذا اليوم عدد مناطق وأيضاً تعتقل عشرات الشبان. ودوليا، وكالة الأنباء السورية تفيد بإصابة عسكريين اثنين بجروح جراء عدوان جوي نفذه الاحتلال على محيط مدينة دير الزور. ومن العناوين إلى التفاصيل.
وإلى أولى ملفاتنا لهذا اليوم، مختارات من الصحف العبرية. واسمح لي مباشرة أن أرحب ضيفنا عبر الخط الهاتفي المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إبراهيم الشيخ. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ إبراهيم. أهلا بك معنا. أستاذ إبراهيم، إذن سنعود الاتصال مرة أخرى بضيفنا لهذه الفقرة ونستكمل من الأخبار الميدانية لهذا اليوم، بحيث هاجم مستوطنون مئات منازل المواطنين في بلدة جالودة جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا المواطنين في جالودة، وذلك بحماية جيش الاحتلال وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع، وكان قد أصيب عدد من المواطنين خلال تصدي أيضا أهالي بلدة قصر جنوب نابلس للهجوم مماثل للمستوطنين. وأيضا ميدانيا، دنس مئات المستوطنين الليلة الماضية الحرم الإبراهيمي الشريف، وأقاموا حفلا غنائيا بداخله وأيضا في باحاته بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن مئات المستوطنين نظموا حفلا غنائيا دخل له رقصات تلمودية داخل الحرم الإبراهيمي لاحتفال بالأعياد اليهودية، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط الحرم والبلدة القديمة من المدينة لتأمين هذه الاحتفالات. أيضا في تفاصيل هذا الخبر، بيّن أن مستوطنين اقتحموا الحرم برفقة قوات الاحتلال، أدخلوا آلات الموسيقية مكبرات الصوت، نظموا حفلا غنائيا في انتهاك فاضح لدور العبادة. ونوه مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري أن هذه ممارسات والانتهاكات تندرج في إطار تبادل الأدوار مع المستوطنين، حيث سمحت قوات الاحتلال لمستوطنيها بإدخال الآلات الموسيقية مكبرات الصوت في إطار فرض هيمنتها الكاملة على الحرم الإبراهيمي ومحيطه، في وقت لا يسمح فيه للمستوطنين للفلسطينيين بإدخال مستلزمات الحرم الضرورية للصيانة والترميم، ولا يسمح حتى للإعلاميين إدخال كاميراتهم إلا بتنسيق مسبق مع الاحتلال. أيضا اعتبر الجعبري أن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك فاضح لدور العبادة وخصوصية المسلمين، ويتوجب لجمه بكل القوة من خلال التوافد على الحرم من قبل الفلسطينيين، وأيضا وضع السفراء والقناصل وكافة الجمعيات الحقوقية والإنسانية في العالم بصورة ما يجري داخل هذا الحرم وبمحيطه من انتهاكات صارخة واعتداءات بقوة السلاح. أيضا في مدينة جنين اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية جلبون، فيما اقتحمت تلك القوات قرى شمال والشرق وغرب جنين واعتقلت شابا من قباطية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية جلبون أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز والسام والأعيرة المعدنية دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات، فيما اقتحمت تلك القوات قرية فقوعة وسيرت آلياتها في خطوات استفزازية. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة قرى ونشرت فرقة مشاة في عنين غرب المدينة وشنت أيضا حملة تفتيش واسعة. في ذات السياق، أكدت مصادر محلية أن قوة خاصة من الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشاب داخل الأراضي الفلسطينية وهو أحمد السويتي من بلدة قباطية. Thank you.
في القدس نكلت شرطة الاحتلال بعدد من المرابطين والمرابطات المقدسيين على أبواب المسجد الأقصى المبارك واعتقلت كل من عايدة الصيداوي، هناتي الحلواني ونظام أبو رموزة. وكشف مرابطون تواجدوا في المكان عن تفاصيل الاعتداءات الوحشية التي مارستها سلطات الاحتلال بحق المرابطين والمرابطات والتنكيل بهم، وأيضا التنكيل الشديد الذي مارسته شرطة وجيش الاحتلال بحقهم. من جهتها قالت المرابطة المقدسية نفيسة خويص أن المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المرابطات بحماية من عناصر شرطة الاحتلال ليرهبوا المرابطات وينضموا أيضا ويضمنوا عدم وصولهن للأقصى. وأكدت أن هذا السلوك الإسرائيلي يقوم على فكرة ترهيب وتخويف المرابطات من خلال التنكيل بهن والاعتداء أيضا بهن، كما فعل مع المرابطة عايدة الصيداوية. أوضحت أيضا المرابطة نفيسة خويص أن جميع المرابطات تقريبا ممنوعات من الوصول للمسجد الأقصى المبارك، يتم إبعادهن بشكل متكرر علاوة على اعتقال عدد منهن. وأشارت أيضا إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت بشكل شبه كامل سوق القطانين محال البلدة القديمة منذ أسابيع، ونشرت قرابة 5000 جندي ومنعت التجار من الوصول إلى محالهم التجارية. وفي ساعة هذا الصباح أيضا منع الاحتلال المقدسيين من المرور عبر شارع البلدة القديمة والطرق المؤدية إلى أبواب الأقصى من جهة سوق القطانين، فيما سمح أيضا بالمقابل لمستوطنين بجلب المزروعات والأحجار ليمارسوا طقوسهم التهويدية في المسجد الأقصى المبارك. في وصف ما جرى يوم أمس قالت المرابطة نفيسة خويص نكلوا بنا وضربونا وأجبرونا على المشي من باب السلسلة لباب الأسباط قرابة كيلو ونصف دون رحمة. وأيضا قالت ضربت من قبل عناصر شرطة الاحتلال في باب الأسباط على يدي ما أدى لكسرها في ظل استنفار كبير، اعتقالات وضرب واعتداءات بدون رحمة. وبينت أيضا إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت المرابطة عايدة الصيداوي وأيضا هنادي الحلواني لهذه اللحظة، وتمكنت من الإفلات واختبأت في أحد الدكاكين هربا من الاعتداء الوحشي عليها. واستطردت قالت تهددوني بإطلاق النار علي وقتلي قبل أن ينهالوا علي بالضرب المبرح، ومنعت أيضا من الدخول إلى البلدة القديمة، منبهة إلى أن التهديد صدر عن المخابرات الإسرائيلية. وأوضح أيضا المرابط أبو بكر الشيمي أن المرابطين تواجدوا عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ففوجئنا بوجود 3 حواجز أقامتها قوات الاحتلال عند السلسلة. وذكر أن الاحتلال ضرب بشدة المرابطتين هنادي حلواني وعايدة الصيداوي، واعتدى عناصر شرطة الاحتلال بالضرب على المرابطة نفيسة خويص. ونبه أيضا إلى أن المرابطة عايدة الصيداوي لا تزال معتقلة لدى سلطات الاحتلال برفقة هنادي الحلواني وأيضا المرابط نظام أبو رموزة. أظهرت أيضا مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام مجموعة من المستوطنين شوارع البلدة القديمة حاملين القرابين النباتية التي تعد أحد الطقوس التي تسعى جماعات الهيكل المزعوم لفرضها في المسجد الأقصى المبارك. وأيضا بينت هذه المقاطع تجمع لحشود كبيرة من المستوطنين عند حائط البراق بالقدس لتأتية هذه الطقوس التلمودية ورفع قرابين نباتية وسترديد لبعض الهتافات بمناسبة ما يسمى عيد العرش العبري. عبد الله
إذن للمزيد من الأخبار الميدانية متابعة آخر التفاصيل انضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. صباح الخيرات لكم. تحياتي لك دكتور. يعني تفاصيل كثيرة أشنتها قوات الاحتلال فجر هذا اليوم على مناطق مختلفة من الضفة الغربية. كان هناك اعتداء من قبل المستوطنين أيضا على قصرى وعلى جلود ومناطق مختلفة. تفاصيل ما جرى الليلة الماضية وفجر هذا اليوم. بالفعل نبدأ من حملات الاعتقال والدهم ثم نعرج على اعتداءات المستوطنين التي تزايدت بالساعات الماضية. الاعتقالات طالت الشاب أمجد العلي من سكان مدينة نابلس حي رفيدة، حيث اقتحمت قوى الاحتلال الحي واعتقلته فجرا. أيضا اقتحام بلدة صيدا في منطقة طول كرم واعتقال نور رداد. في القدس المحتلة جرى اعتقال أيمن الشامي، وصباحا تم الاعتداء على ثلاثة مواطنين بعد انزالهم من سيارتهم في منطقة باب العمود. في جلزون جرى اعتقال باسل الزبيدي، وفي مدينة البيرة أيضا تم اعتقال جهاد جودي. خمسة معتقلين حصيلة الاعتقالات فجر هذا اليوم. اعتداءات المستوطنين بلشت فجرا وكانت أيضا لها باع طويل في الأيام الماضية وفي الساعات الأولى. كان اعتداء واضح على بلدة قصرى جنوب شرق نابلس قيام المستوطنين وبحراسة عسكرية، حيث أكد شرعيان أن هناك أشخاص بذي عسكري كانوا يقومون باقتلاع أعمدة الإنارة التي تربط بلدة قصرى بقرية جلود المجاورة، وأصبحت الآن المرور على الطريق محفوف بالمخاطر بسبب عدم وجود إنارة وأيضا بسبب تواجد المستوطنين على التلال المحيطة بهذا الطريق الرئيسي الرابط بين البلدتين. يوم أمس كان حافل باعتداءات المستوطنين وكانت أعنف الاعتداءات وأعنف الاستفزازات في منطقة جبل عيبال، قمة جبل عيبال وأراضي منطقة عصير الشمالية، حيث تواجد المستوطنين على مدار 12 ساعة في منطقة برناط وهو كتلة صخرية من الردم يدعي المستوطنين لها أثر عبري، وبالتالي تواجدوا فيها لساعات طويلة. والاحتلال أغلق جزء من مقاطع الطريق تربط نابلس من بمنطقتها الشمالية لإعطاء المجال للمستوطنين للتحرك. تم منع الطواقم الصحفية من الوصول إلى جبل البرنات، وتم التقاط صور من بعيد لهذا التجمع وظهرت فيها عشرات المركبات للمستوطنين وحافلات أقلتهم من مناطق متفرقة من الضفة الغربية إلى هذا المكان. أن الاحتلال قام بتجديدات واضحة في منطقة صباصيا ومنطقة برقة التي ما تزال مدخلها الرئيسي مغلق بالسواتر الترابية والصخرية، وهذا أدى إلى عرقلة تحرك أهل البلدة من وإليها من خلال هذا الإغلاق. هناك فقط طريق وحيد تربط البلدة من جهة بيت تمرين وصباصيا، وهذا أيضا تكررت في مناطق أخرى لاحظنا فيها توارد للاحتلال والمستوطنين، اقتحام للجلزون، اقتحام منطقة رومسعية، وهذه الأحداث ترافقت أيضا مع اعتداءات المستوطنين في مناطق يدعون أن لهم إرث عبري بمناسبة الأعياد اليهودية. نعم، أيضا دكتور يعني في بلدة بيتا جنوب نابلس كان هناك أيضا مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بسبع إصابات. بالفعل الإصابات جزء منها بالمطاط وجزء منها كان بالاختناق بالغاز المدمع. طبعا المواجهات بداية انطلقت في بيتا من المدخل الشمالي منطقة الحسبة ثم بيتا التحتة ثم انتقلت إلى منطقة بيتا الفوقة والمنطقة المحيطة بجبل صبية بعد قيام شبان بإشعال إطارات مشتعلة، ولكن أغلب المواجهات كانت في مداخل البلدة الرئيسية المتاخمة لطريق نابلس. نعم أيضا دكتور، عند الحديث عن محاصرة أحد المنازل في منطقة رفيديا بنابلس، تفاصيل ما جرى، هل كان هناك أي مواجهات أم ماذا؟ هو كان دخول خاطف فجرا من قبل دوريات الاحتلال من الجهه الغربيه، وصلت الى حي رفيده حاصرت منزل عائله العلي، اعتقلت الشاب امجد العلي ثم انسحبت، كان دخولها فقط لدقائق بسيطه. نعم. واقتحام سريع وخاطف لاعتقال هذا الشاب. نعم، ايضا كان هناك الليله الماضيه احراق لسياره لمستوطنين في بلده صباصيا. نعم. شمال غرب نابلس، ما الذي تشهده هذه المنطقه منذ عده اسابيع ايضا؟ بالفعل منذ ثلاث ايام بالتحديد كان قدوم المستوطنين واقتحام لصباصيا على مدار الساعه. امس الاول كان قدومهم مع مكوس بساعات النهار من خلال نصب خيام في منطقه الاعمده،
والتي أصبح الآن الاحتلال الداعم لهذه المنطقة مصنفة جيم وبالتالي تحت سيطرة أسرية كاملة، رغم أن جزء من المنطقة التي توارد فيها المستوطنين هي منطقة مصنفة باء وتم ترميمها حتى من اليونسكو من المنظمات الدولية، ولكن توارد المستوطنين عركف الموضوع واندلعت مواجهات. أثناء المواجهات الشبان قاموا بإشعال إحدى السيارات التابعة للمستوطنين على شارع الأعمدة أسفل البلدة مما أدى إلى إحراقها بالكامل. الاحتلال استنفر وقام بعمليات تمشيط بحثا عن الشبان، لكن أجواء متوترة ما تزال تسود بلدة صباطية بسبب طبعا اقتحامات المستوطنين المتكررة. نعم، الصورة لديك دكتور أمين إن كانت متوفرة حول الوضع الآن في مدينة الخليل، يعني بالأمس كان هناك اقتحامات لمستوطنين وأيضا لجيش الاحتلال، كان هناك اقتحام للحرم الإبراهيمي الشريف، أقاموا المستوطنين بداخله حفلا غنائيا. الصورة الآن وتفاصيل ما جرى أيضا. نحن نتكلم عن أجواء بالغة الخطورة في الخليل. الخليل منطقة أخرى بالضفة الغربية مستهدفة من المستوطنين، في قلبها منطقة H2 المنطقة الجنوبية التي لا تخضع للسيطرة الكاملة الفلسطينية، وهذا جعل الخليل بضواحي أيضا تستمر فيها الانتهاكات. طبعا انتهاكات المستوطنين بدأت في بداية الأعياد اليهودية العبرانية من ضمنها رأس الثانية التي تواجد آلاف المستوطنين في محيط الحرم وداخله، وأيضا منع إقامة الأذان، إضافة إلى استمرار طقوسهم على مدار الساعة في الشوارع في الميادين. هذا يعني أكد مزاج البلدة القديمة في مدينة الخليل. ولكن احتلالات المستوطنين بالأمس استمرت وتوسعت إلى منطقة السموع. بالأمس الاحتلال ادعى أنه تم إطلاق النار على المستوطنة قريبة، وبدأت عمليات التمشيط وإغلاق مناصب الحواجز. أيضا منطقة مخيم الفوار والمنطقة المحيطة فيها هناك اعتداءات للمستوطنين والاحتلال فيها من خلال توارد المستوطنين على مفارق الطرق وقيامهم بإلقاء الحجارة على السيارات الفلسطينية المارة. هذا جزء من الاعتداءات التي تتعرض لها محافظة الخليل على مدار الساعة. نعم، أخيرا دكتور، أحوال الطرق صباح هذا اليوم؟ حسب ما لاحظنا ورصدنا لا إغلاقات للطرق بالضفة الغربية، هناك حركة سلسة للمركبات رغم أن هناك خطر الانزلاق مازال موجود بسبب هطول الأمطار في ساعات الفجر الأولى، ولكن كما ذكرنا في كل مرة هناك اكتظاظ يكون في ساعات الصباح ساعات الذروة قبيل الساعة الثامنة على طريق نار رام الله بالقرب من ترمس عيا وسنجل. سببها طبعا هو توجه المئات من المركبات في آن واحد إلى أماكن عملهم في منطقة رام الله والوسط، إضافة إلى أحيانا تجديد الاحتلال على حارة حوارة لبعض المركبات تفتيش إنزال ركابها. وبالأمس كان هناك اعتقال عدة شبان على حارة حوارة بسبب عمليات التفتيش والتنكيل. نعم، إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك جزيل الشكر الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك لوضعنا في الصورة حول الأوضاع الميدانية. إذن حسب ما ذكر قبل قليل الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة بأن الاحتلال يصيب شابا ويعتقله عند مدخل مخيم الفوار صباح هذا اليوم. وأيضا بالعودة إلى القدس، يواصل المستوطنون اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في اليوم الرابع لما يسمى بعيد العرش العبري. حتى هذه اللحظة اقتحم أكثر من 100 مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام لإحياء ما يسمى عيد العرش العبري. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان مقتضب قبل قليل إن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في رابع أيام عيد العرش العبري حتى هذه الساعة من صباح هذا اليوم، فيما أفاد شهود عيان بأن مستوطنين أدوا السجود الملحمي داخل باحات المسجد الأقصى وهم يرتدون زي الكهنة. وأيضا سبق ذلك اقتحام كبير من قبل شرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله. وأيضا انتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدا اقتحامات المستوطنين حيث أعاقت وصول المصلين. إلى ملفنا الآخر لهذا اليوم، وهي حملة لتبادل الكتب والتلخيص الدراسية بين طلبة جامعة بيرزيت يقوم عليها مجموعة من طلاب الجامعة من مختلف التخصصات والسنوات الدراسية، وهذه الحملة يطلق عليها اسم من الكل للكل. لنتابع هذه التفاصيل مع ضيفتنا عبر الخط الهاتفي الطالبة جوان زياد. يسعد صباحك جوان وأهلا بك.
صباح الخير هادي ليسا. صباحك. صباحك جوان. يعني بداية جوان، حملة من الكل، الكل أنت صاحبة هذه الفكرة، يعني ضعينا بالبداية لما اخترتي هذا الاسم بالتحديد، من الكل للكل، وأيضا على ما تدور هذه الفكرة. طبعا من الكل للكل، خلينا نحكي إنها حملة اسم على مسمى، من كل الطلاب لكل الطلاب، ما بتخص فئة معينة من الطلاب، وما في من وراها ربح مادي أو أي شيء من هذا النوع، بس هي هدفها إنه تخدم الطلاب وتخفف عنهم هذا يعني الأعباء المادية اللي تكلفها من التلخيص والكتب. يعني جوان، أيضا إن تحدثنا عن هذه الحملة بتفاصيل، من القائم عليها، متى بدأت، إلى متى ستستمر؟ أيضا حملة الكتب هاي بتقوم على فكرة التبرع بالتلخيص اللي احنا خلصنا منها وخلصنا مواد هاي، نعطيها للطلاب اللي لسه رح ياخدوا هاي المساقات. نعم، يعني أيضا عندما نتحدث عن حملة، يعني لربما من وجود عدد من هذا الطاقم، يعني حدثينا قليلا عن هذا العدد، مما يتكون، هل فقط من طلبة الجامعة أم ماذا؟ بالبداية حملة من الكل الكل كنت أقوم عليها بشكل شخصي، لكن لما توسعت فكرتها وصار لها صدى واسع قررت إنه أشكل فريق. هذا الفريق يعني تقريبا 20 شخص من مختلف التخصصات مختلف الكليات، حتى نقدر نساعد أكبر عدد ممكن من الطلاب. بالبداية كانت بس تقتصر على كلية التجارة اللي هي كليتي أنا وزملائي في التخصص في الكلية، بس لما لاقت صدى واسع يعني وصار في عليها كثير إقبال قررنا إنه تشمل كل الكليات وشكلنا هذا الفريق. الفريق تم تشكيله يعني من المعارف الأصدقاء، والحمد لله يعني صار تقريبا أغلب الطلاب يعرفوا عن الحملة وبيساهموا فيها. يعني لو جينا نحكي عن أو نستهدف هذه الحملة، عدد الطلاب اللي بتستهدفهم أيضا جوان؟ هلا ما في عدد معين، إحنا بنحاول إنه نساعد أكبر عدد ممكن من الطلاب، وما في يعني نستقبل دعم من حركات طلابية، نستقبل دعم من طلاب نفسهم من كتبهم وتلخيصهم، أما ما بقدر أعطيك عدد معين من الطلاب، أنا حسب الكمية في الكتب والتلخيص اللي تيجي إحنا بنوزعها بشكل كامل. والهدف من هذه الحملة جوان يعني بشكل عام؟ هاي الحملة يعني هدفها إنه زي ما حكيت لك بالأول نخفف الأعباء المادية عن الطلاب، وبدل ما يعني نمشي في الجامعة ونلاقي الكتب على الرفوف في الكليات ما حدش مستخدمها، نكون يعني خففنا شوي على الطلاب من هذا الجانب، إنه بدل ما نرمي كتبنا، بدل ما نستغلها بشكل صحيح، في طلاب تانيين بحاجة لها فنساعدهم بهذا الشكل. جوان، كيف عم بتشوف اليوم الإقبال؟ يعني أنت تحكي عن بدء فرز هذه الكتب وجمع هذه الكتب، كيف اليوم عم بتشوف إقبال الطلاب عليها؟ بالبداية يعني بصراحة كان شيء كثير صعب، لأنه صعب بالأول ننشر فكرة جديدة بين الطلاب إنهم يتقبلوها أو يقتنعوا فيها. كان كمان في عندي صعوبة في إنه كيف بدنا ننقل الكتب، كيف بدنا نجمعهم نفرزهم، لإجت فكرة الفريق صار في عليها إقبال أكثر من قبل. يعني لو جينا نتساءل اليوم عن جمع هذه الكتب وفرزها، هل الجامعة وفرت لكم مكان لهذه الكتب؟ هل وفرت لكم أيضا قاعة أم ماذا؟ بصراحة يعني الحملة طلابية، يعني الجامعة ما لها علاقة فيها، منا إحنا كطلاب، لأنه إحنا اللي بنشوف الطلاب شو بيعانوا تحديدا، ففي حركة طلابية، حركة شعب الطلابية وفرت لنا مكان نفرز فيه الكتب ونوزعهم على الطلاب. هذا الإشي ساعدنا كثير بصراحة، لأنه ما كنا قادرين نلاقي مكان لعدد من الكتب. يعني جوان، لكل طالب اليوم بحاجة لأي كتاب، هل أنتم بتوفروا له إياه أم فقط يعني الكتب المتوفرة من الطلاب، يعني من طالب لطالب آخر؟ هلا إحنا الكتب المتوفرة هي اللي بنوزعها، بس في حال إنه لقينا في مساق معين عليه إقبال وكثير طلاب بيطلبوا، بنحاول إنه إحنا نشوف حدا يدعمنا بهذا التلخيص. في حال كنا إحنا عطول يعني منالهم الطلاب ويجوا بياخدوهم. يعني جوان، أخيرا لكل طالب بده يتبرع في أحد الكتب يعني الموجودة والمتراكمة عنده، إيش هي الطريقة لحتى يتواصل معكم، وكمان يعني الطريقة لكل طالب بحاجة لكتب؟ إحنا بنتواصل مع الطلاب يعني بشكل مباشر على جروب الجامعة وكمان على صفحتنا على الإنستجرام. كمان يعني اسمحي لي اشكر شبكه جزيره الدرس، هم ساعدونا اكثر انه نوصل الحمله للطلاب، لانه يعني كانت يعني هاي الشبكه هي لطلاب الجامعه تحديدا،
فهي أكثر حدا موصل للطلاب. من خلالها إحنا قدرنا إنه نوصل فكرة الحملة بشكل أوسع للطلاب، وكمان يعني لما إحنا بنلاقي داعم للطلاب نفسه من أي حركة طلابية إحنا بنبسط إنه إحنا يعني أول داعم إنه هو الطلاب وآخر داعم إنه هو الطلاب. أكيد. يعني جوان رسالتك أخيرا أولا لإدارة الجامعة ثم لطلبة جامعة بيرسيت أيضا. للطلاب خليني أحكي لك إنه إحنا يعني خاصة الطلاب الجدد اللي ما بيكونوا فاهمين إشي بالجامعة ولا بيكونوا عارفين من وين يجيبوا كتب أو إذا لازم يجيبوا كتاب لهاي المادة، إحنا جاهزين نساعدكم بهذا الموضوع، جاهزين نوفر لكم الكتب اللي بنقدر عليها لقدر الإمكان. وكمان بحب أحكي لهم، أحكي لجميع طلاب الجامعة إنه في عنا مفاجأة قريبا مقدمة من اللجنة الاجتماعية الأخ نزار أبو حماد بالتعاون مع الحملة. هاي المفاجأة راح تفيد كثير طلاب، وإن شاء الله إنه نقدر نوفر لهم الكتب اللي نقدر عليها. أكيد جوان، يعني إن اليوم حكينا عن فكرة من الكل للكل، يعني طموحاتكم لأفكار تانية لأيضا مبادرات تانية تعيد وتعاد بالفائدة على المجتمع، خاصة مجتمع طلبة جامعة بيرسيت. أول إشي يعني أحكي لك إن إحنا طموحنا كانت يعني كان الهدف الأساسي للحملة إنه أنا بدي أخفف العبء عن الطلاب. يعني أنا كنت متصعبة، يعني كنت أنا شفت هذا الإشي في حالي، أولا كنت متصعبة إنه كيف بدي أجيب الكتب، كيف بدي أجيب التلخيص أو من وين، فالفكرة إجت من هون. أنا كان هدفي هو الطالب، ولحد الآن هدفي هو الطالب. يعني أنا ما عندي طموح بمثل حملة أو أصحاب حملة، هدفي هو الطلاب، إني أوفر لهم عديد من الكتب كمان نستفيد عليهم من الناحية المادية. لأنه يعني الحملة بالأصل عنوانها من الطالب للطالب، إحنا بنكون سعيدين كثير إذا دائرتنا كبرت وقدرنا نوصل عدد كبير من الطلاب. بالتأكيد إحنا بنكون أصبنا الهدف. بالتأكيد. إذن شكرا لك جوانا زياد صاحبة فكرة من الكل إلى الكل، شكرا لك. مستمعينا ومشاهدينا، من الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحكاية اليتيم والجريح والشهيد محمد العريشي، يقول به عاش يتيم الأم وعمل لعائلة والده المريض بالسرطان وعائلته، لنتابع معنا. كان حلم محمد، مشروع محمد، والاحتلال قتل حلم محمد وقتل محمد قبل حلمه. هون أسرة محمد الله يرحمه، لأبوه لعائلته كلها، هي أسرة محمد هون بيعيش على هاي البسطة عشان يساعد أبوه وإخوته. أبوه مريض معاه هذاك المرض العاطل بالسرطان، عشان هيك بصرف على أبوي وبصرف على عائلي. محمد حلمه هون كله كان، الله يرحمه. مش مصدقين انه مستشهد محمد، مش مستشهد محمد، موجود وين ما كان، موجود في الدار، موجود على البسطه، موجود بالحاره، هذا شيء مش عارفين في منه حلم. الشهيد محمد عرايشي، محمد عاش يتيم، توفت امه كان عمره 3 سنين، ربي بيننا، اخوتي داروا بالهم عليه، جيراننا برضه كانوا يحبوه كثير وكانوا يديروا بالهم عليه. محمد عاش حياه حقيقه مش سهله، محمد عاش يتيم من ام عبد مريض، اخوات تزوجوا وخرجوا، لانه صدقني رغم المراره ورغم العذاب ورغم الحياه اللي انت شفتها عندهم في البيت، الا انه كان محمد شاب ودود، شاب محترم، شاب خدوم للحاره، إيش ما يطلب منه يقدمه، إيش ما يطلب منه يقول حاضر، إيش ما يطلب منه ما يقول لا. يوم ما استشهد أنا وصلت المستشفى ما في مجال أدخل على العناية جوا إني أشوفه قد ما كان كل أصحابه موجودين. محمد أول ما تصاوب أنا كنت مرت أخوي رنت لي بتحكي لي إخوتك محشورين على الشارع فوق، كان هو مروح من شغله من سما نابلس،
أخوي راح يجيبهم، بدهم يرجعوا على الحارة ما قدروش يرجعوا، كان الجيش مسكر الحارة من أول المدخل من فوق. رنت لي مرت أخوي، رنت عليه بحكي له محمد أخوي روح عشان أبوي أنت عارف، حكى لهم يعني ما رد نهائيا، سكر التلفون بوجهي. رنيت على اخوي بحكي له محمد في الشارع مش راضي يرد علي، بحكي له تخافيش يا اختي هيني انا ماشي وراه ولاحقه. وانا على الخط مع اخوي مباشره بيجي شاب بحكي له اخوك محمد تصاوب. اخوي كان شايف في حد متصاوب بس ما عرف انه اخوي اللي كان متصاوب. لما راح ركض وهذا رن له بحكي لي الحقيني بسرعه على المستشفى. طلعت على المستشفى كانوا في الطوارئ تحت في المستشفى التخصصي. كانوا في الطوارئ تحت، كانت إصابته كتير خطرة، كان عنده مقطوع الشريان الرئيسي، كان عنده نزيف كتير. أول ما دخلوه على التصوير بس رفع راسه، حكيت لأخوي تخافش هيني أنا معك، رفع راسه اطلع علي وغيب. طلعوه دغري من التصوير على العناية، جهزوه بعد العناية فوتوه دغري على العمليات. قعد تقريبا في العملية 3 ساعات ونص، عملوا له توصيل يعني انهم انقذوا حياته، مع انه هو وصل للمستشفى يعني لما اخذوه في الامبولانس حكوا محمد عرش استشهد. لحظه تلقيكم خبر استشهاد محمد كعائله، شو صدمه؟ شو صدمه يعني؟ اخوك اللي انت ربيته كل شبر بندر راح من بين ايديك، ونرجع منه الحمد لله راح شهيد. آخر أيام كان كتير يردد إن شاء الله أني أستشهد، إن شاء الله أني أروح عند أمي. حقيقة دشر شيء جرح داخل قلوبنا من فقدانه. النهاية هذه إرادة الله، يختار من هاي الناس ويختار مننا الشهداء. فالحمد لله محمد يتيم جريح بريء شهيد، فنال الأربعة مع بعض، وهذا فضل من الله لمحمد. دعواتنا لمحمد، دعواتنا لأهل محمد الصبر، لأصدقائه، لأهل الحوش، لأهل الحي، إنه كلنا ندعي لمحمد بالرحمة. إذن أخيرا مستمعينا ومشاهدينا إلى حالات الطقس لهذا اليوم. أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق، غائمة جزئيا إلى غائمة، ويطرأ ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. وهذه الليلة يكون الجو غائما وباردا في المناطق الجبلية، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وبهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. كنت معكم من الإعداد والتقديم هديل أبو زينة، من الإخراج التلفزيوني خالد نجاص، من الهندسة الإذاعية محمد ريان، من المتابعة والتنسيق سحر حناني. ألقاكم بعد قليل، وعلى رأس الساعة القادمة موجز لأهم وآخر الأنباء يليها برنامج حالك يا وطن مع الزميلة ريم العمري. متابعة طيبة نرجوها لكم، وإلى اللقاء. صباح الخير يا وطنا يسير بمجد العاج إلى الأعلى ويا أرض. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل، من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن.
في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحاً وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي. هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا.